ليكيب، اليوم جبت لكم مجموعه من افضل المسلسلات اللي شفتها انا يعني. واللي مازال ما شافش ثلاثه من هذه المسلسلات اراكم راضي. نبداو بالمسلسل الاول اللي هو ترو ديتكتيف. التقييم ديالو على IMDb هو 9/10، وتدور احداث المسلسل في اطار درامي ممزوج بالكثير من الاثاره والتشويق، والقصه بالتحديد حول راست كول ومارتن المحققين الذين يقومان بالتحقيق في قضيه غريبه وغامضه على مدار 17 عام، محاولين القبض على القاتل المتسلل غريب الاطوار. وتقييم ديالي الشخصي لهذا المسلسل كان 8.5/10. نروحوا للمسلسل الثاني اللي هو ويست وورلد، والتقييم ديالو على IMDb هو 8.6/10، والقصه تاع المسلسل متنزه متقدم تقنيا، يسكنوا فيه ليروبو يشبهوا للبشر، وهاد ليروبو يقوموا بخدمة زوار المتنزه بأساليب غريبة وخاصة، والزوار هادو ما يقدروا يديروا أي حاجة بلا ما يخافوا من ليروبو. والتقييم ديالي الشخصي لهذا المسلسل كان 8/10. نروحوا للمسلسل رقم 3 اللي هو The Wire، والتقييم ديالو على IMDb هو 8.9/10، والقصة تاع المسلسل في قالب من الإطارة والتشويق على عالم المخدرات المعقد في مدينة بالتيمور، وهذا المسلسل يحكي لنا على التجار تاع هاد المخدرات ورجال الشرطة والمشاكل بيناتهم. التقييم ديالي الشخصي لهذا المسلسل هو 8.5/10. نروحوا للمسلسل رقم 4 اللي هو The Good Doctor، والتقييم ديالو على IMDb هو 8.2/10. وتدور القصة تاع المسلسل حول شون ميرفي، وهو جراح شاب مصاب بالتوحد وعنده بزاف مواهب، والشاب هذايا ينتقل من حياة الريف الهادئة للانضمام إلى وحدة الجراحة في مستشفى مرموق، وهنايا شون بقى المواهب ديالو الطبية يسيل ينقذ الأرواح. والتقييم ديالي الشخصي لهذا المسلسل هو 8/10. نروح للمسلسل رقم 5 بعنوان كوميونيتي، والتقييم ديالو على IMDb هو 8.5/10. والقصة تاع المسلسل يحاول المحامي جيف العودة إلى الدراسة برفقة أصدقائه القدامى بالجامعة، وترك العمل ديالو كمحامي باش يعاود يسترجع أيام الدراسة. والتقييم ديالي الشخصي لهذا المسلسل هو 8/10. نروح للمسلسل السادس بعنوان سكيم، والتقييم ديالو على IMDb هو 8.6/10. وتدور احداث المسلسل حول طلاب مدرسه ثانويه هارتي فيغنيسن اللي تقع في اوسلو في النرويج، وهنا يوريو لنا حياتهم اليوميه ومشاكل المراهقين الدراسيه والاسريه باسلوب درامي ممتع. والتقييم ديالي الشخصي لهذا المسلسل هو 8/10. نروح للمسلسل رقم 7 اللي هو لوبان، والتقييم ديالو على IMDb هو 7.6/10. والقصة تاع المسلسل واحد الشخص متأثرا بمغامرات أرسن لوبان الشهيرة، وهنا يقرر آسان ديوب اللي هو السراق الانتقام من عائلة تالية أساءت لوالده في الماضي. التقييم ديالي الشخصي لهذا المسلسل هو 7/10. نروح للمسلسل رقم 8 اللي هو سيكسيشن، والتقييم ديالو على IMDb هو 8.6/10. وتدور احداث المسلسل حول عائله تمتلك شركه اعلاميه كبيره، لكن هاد العائله عندهم بزاف صراعات داخليه بسبب طموحات البعض الخاصه، ونقدروا نقولوا بلي هاد العائله عائله اعلاميه مختله. والتقييم ديالي الشخصي لهذا المسلسل هو 8.5/10. نروحوا للمسلسل رقم 9 اللي هو مايند هانتر، والتقييم ديالو على IMDb هو 8.6/10. والقصة تاع المسلسل يوسع عاملان من مكتب التحقيقات الفيدرالي علوم البحث الجنائي عن طريق الغوص في الدوافع النفسية خلف القتل والتقرب بارتياب من وحوش حقيقية. والتقييم ديالي الشخصي لهذا المسلسل هو 9/10. نروحوا للمسلسل العاشر اللي هو The Last Kingdom، والتقييم ديالو على IMDb هو 8.4/10. والقصة تاع المسلسل بينما يدافع ألفريد العظيم عن مملكته ضد النورديين، يطالب أوتراد الذي ولد ساكسونيا ونشأ على يد الفايكينج بحقه في ملك أجداده. والتقييم ديالي الشخصي لهذا المسلسل هو 8.5/10. نروحوا للمسلسل رقم 11 اللي هو سانس 8، والتقييم ديالو على IMDb هو 8.3/10. ويروي المسلسل قصة 8 أشخاص يعيشون حياة بعضهم البعض عن طريق التخاطر عن بعد. التقييم ديالي الشخصي لهذا المسلسل هو 8.5/10. نروحوا للمسلسل رقم 12 والاخير اللي هو لوك اند كي، والتقييم ديالو على IMDb هو 7.4/10. والقصه تاع المسلسل ثلاثه دراري مور ما يقتلوا لهم باباهم ينتقلوا مع الوالده ديالهم لواحد المنزل، والمنزل هذاك تاع الاسلاف ديالهم، ولتم يلقاو مفاتيح سحريه تمتلك قوه خارقه، وهنا نشوفوا الاحداث تاع المسلسل. والتقييم ديالي الشخصي لهذا المسلسل هو 8/10. بون ليكيب، لحقنا لافين تاع هذا الفيديو، ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يلحقكم الفيديو الجايين، واللي عجبته الفيديو يخلي لنا كومونتير ويدير جيم في لافيديو. سلام.